مازلنا معكم حتى المصلين ومازلنا مع ضيفتنا اليوم في رمضان شو لممثلة القديرة مونجية الطابوبي صحيتك مرة أخرى عودة ونرجع ونحكي وحكينا في الجزء الأول حتى للناس اللي تحقت بينا توا حكينا في الجزء الأول على بداية المسيرة في المسرح في السينما أيضا حتى في الدراما اللقاءات اللي صارت اليوم وشنو خلى مدام مونجية الطابوبي تكون بحذانا بداية المسيرة تلقاوها في الجزء الأول من الحوار. الجزء الثاني مش نحكي على جديد بالنسبة لرمضان 2020 أولاد اقترت مفيدة هم بكري خط قلنا كي ولادي كولادنا كولاد مفيدة ولاد مونجيه نوع عمل مسلسل جديد مثالش يمشي ما باهي الاسم يمشي باهي الاسم نحكي على مسلسل نوبة الجزء الثاني والأول أيضا دورك كأم برينجا نجم تعيش مع طفل كيما هكاكا نقطة كان جاي ولدي بالمجد لا ما يوصلش للعمر هذيك راني قتلته ما تنجمش ما تقبلش الشيء هذاك لا يظهر لي حتى تونسية ما تقبل ولدك هيك إما هو في الدنيا فرانتو شادلي سيد لكريم يهبل شادلي محليه يحكيوا على شادلي في الكواليس غير عادي طبيعته محليه مسكين وقت في الجزء الأولاني في الجزء هذا في المشهد الأولاني عنده ضربين كف كبار معناها صدقني روحت بيدي منفوخة هذاك اللي عودناه مرة أخرى باقية من عاودش مع عبد الحميد خدمة هبل ضربته كف عادي جيني المخرج قال لي ليه ماذا بيه كف ثلاثة أربعة كفوف مسكين وش نقول نضرب فيه وقلبي يوجع تعرف يدي من هون تخلعت والله معناه دي شدي شدي العرفاوي خاطرين قصيرة ومتشعبت ونعطيه كف اثنين ثلاثة يمكن أربعة كفوف ومن بعد دخلت عليه أربعة كفوف ومن بعد دخلت على صدره مسكين بالبونية حلو برشا المشهد هذاك وإن شاء الله يسمحني نحكيه على مشهد والله أنت جبت من المشاهد اللي ممكن الأيامات الأخيرة صار وخلى برشا أمهات وحتى أولاد العينين تقف معناه كي نتفرجوا في المشهد هذا اللي هو المشهد وقت اللي دعيت ببرنجا وقت اللي قلقك حسيت بوجاعة حسيت ولدك في المسلسل نحكي بطبيعة الحال حسيت أن ولدك خليك ولدك ما تلهش بيك ولدك هرب على ثنية اليوم نجم امرأة تونسية تدعي بولدها بالطريقة هذيك في الحالة هذيك يظهر لي إيه في الحالة اللي لوحها ومشي وعرس من غير ما قال لها وعمل برشا شر في الحومة وعمل برشا شر في الجيران يظهر لي تتبرى منه تدعي المرأة شنو قوتها المرأة القديمة قبل شنو قوتها قوتها لسانها تدعي بون اللي يقولوا تدعي والكبده تقول لطف ولا حكايه فارغه ما تدعي وبرشا حالات كيما شادلي راه كيما برنجا برشا موجودين يظهر لي في تونس برشا موجودين جمعه برضو على مشهد اجتماعي موجود اليوم في موجود. في مجتمعنا موجود كسوا قبل ولا ممكن درجات ولكن توا نحكيو على عصر فيه نوع فيه من حتى من سمحوني في الكلمه العقوق معناها فيه حتى من قبل فيه اللي على ما نسمعه قبل اللي خلى أمه تحت شجره ولا بس عليه باش يهزوها لدار العجز فيه اللي وصل أمه والديه وصلهم لدار العجز وهو لبس عليه فيه اللي تقدم أمها أنا نعرفهم تقدم أمها بون خاطر أمها موشمة كيفاش؟ بون خديمة عندها تقدم أمها؟ أي أذيها عنا ممثلة وقدمت أمها خديمة خاطر موشمة تشيني لها على غرادة قالت ما بون مش ما باش نفهموا الناس الوشام العربي كنا عربي شنو اما تونسنا ولينا توينسا وكنا عرب شنو سما ممثلين يقدموا مهاتهم بالطريقه هذه اي موجود والله وهذه ليله معروف الممثل هذه ايه ما تعديت وكاو تعديت ايه ما موجود اما يخلص صوره انا نمن باللي اللي يعمل حاجه يخلصها خلصوه في الدنيا مثل ما تدين وتدان وي واللي يخدم والديه هذاك الكونت في البنكة اللي يخدم والديه هنا مجربة هذاك الكونت نتاعو في البنكة والله يشقلك بهتني اي بالله العظيم بهتني والله وهذه عمري ما خرجتها لحد وحاجة توجع القلب اما موجود الحكاية هذية العقوق الوالدين والتعامل مع الوالدين بطريقه يعني مهينه جدا توصل لسخت مامام ما بين الابناء والوالدين المشهد اللي تفرجنا فيه
عشتوا حسيناه خاطر ما هوش مشهد عادي متاع مشهد هك أم دعات بولدها عبد الحميد داتي صحة زادة يفوتيك عبد الحميد زادة ركز محليه ديكسيون تاعو محليها ما يقلقكش ما يقلقش الممثل جيني قال لي نحبه تعمل الماكسيما حب مشهد باش ما نعاودوهش وهذاك اللي صار عمل تحكي لي على الكواليس متاع لقطة هذيك بالذات فمش حاجة كبيرة باش نحكيها لك في الكواليس جاني قال لي مدام يعيشك نحبه ما يتعودش كلمة هذيك تعنيك لكل شيء توريك كل شيء هذا اللي طلب مني عبد الحميد هو طلب وانت نفذت وانا نفذت آخر ما كملنا جاء بسوني وكلهم فرحوا ودمعتي هبطت دمعتي هبطت خاطر عملت مجهود كبير وخدمته بخلاص خدمته بقلب قلب وبحساس وتقولش عليا بالمجد ولدي حتى شاد لي عيني دمعت راه حتى بريق عيني دمعت خرج بدموعه والمشاهد توجع أي قعد عمل لحظة تأمل أنه اليوم يحس التونسي كان أمه توصل تدعي به بالطريقة هذيك يظهر حسيت أنه اللقطة هذيك بالذات برشا ناس يقول لك تحكيوا على لقطة اليوم لقطة في فيلم راهي تعني فيلم كامل يعني نجم تكون لقطة واحدة تعني مسلسل كامل زادة وهذاك الممثل اللي ما يلزمش يقول لي يلزمني ناخذ بطولة على مشهد برك يعمل فيه مجهوده وينجح به ما تأمنش بالبطولات لي. نعم ما تأمنش بالبطولات لا ما نمنش بالبطولات لا البطولة تعني لي حاجة جنسيوه دور طويل وبيهي وكل اما الممثل يلزم يدخل حتى في مشهد برك يقدم ما عنده والمشهد ذاك يحكم عليه الجملة ذي قالت على الممثلة القديرة لطيفة القفصي وقت اللي عملت لقطة وحيدة في مسلسل ولاد مفيدة الناس الكل صفقت لطيفة القفصي حبة برشا لطيفة تبارك الله عليها زيدة تمثل زيدة طبيعي وتعطي ما عندها من بخلاص تخدم بجوارحها كما نقولوا بجوارحها ما تتصنعش ما يلزمش الممثل يمثل اليوم الفرحة اللي راها في وجهك والتبسيمة وقت اللي تحكي على مسلسل نوبة أنا نحبه برشا وفرحت برشا اللي شاركت معاهم حتى ولو نهار برك فرحت برشا اللي تعرفت على عبد الحميد أخلاق عالية وليكيب الكل محليهم وشيد اللي اكتشفته يهبل شيد برشا ناس كيحكيوا على نوبة يقول لك رجع فينا الروح حتى ممثلين صحيح صحيح خاطر النوبة راهي عايشة معنا في من عهد من السبعينات إذا ما نقولش من الستينات كان المزود وكانت كان ما كانت ممنوعة ما كانت السهريات والطهورات والعروسات لازم يعملوا العرس مهما يكون على قليلة الحنة انت الراجل يعملوا فيها المزود على الأقل على الأقل حنة أقل حاجة يعملوها يعني المزود ما هوش التسعينات كهو المزود على تاريخ لا كامل لا من المزود تاريخ عنده المزود في العشرية الأخيرة مدام منجية عديدة هي الأعمال اللي كنت موجودة فيها نحكيو على بالأساس اللي الناس نحكي حتى على جينيراسيون جديدة باش تعرف الأسماء نحكيو على أولاد مفيدة نعورة الهواء يومية امرأة لأجدو عن كاترين برشا 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 مسلسلات وبرشا أعمال عشت مع الجيل القديم وعشت مع الجيل الجديد أنا هي حسب رأيك الجومي إذا كان أنت طب ما شاء الله عليك عندك 56 سنة كارير أنا هي الفترة اللي تعتبرها بالحق فترة متاع نهضة الدراما التونسية قل من أجل عيون كاترين تبدلت رؤيتي للجدد محليهم لجينيراسيون جديدة بدلت ياسر توليت نخزرهم فيما باحترام قاعدين يقدموا في حاجة بيها برشا اللي جنرا من وقتها النجم نقول لك تبدلت أنا النظرة نتاعي كيفاش كانت النظرة قبل ما كانش عندي احتكاك بهم الساعة نمشي كان عندي دور بنخدم بعيد عليهم كان عنديش يعطيوني دور مثلا نخدمه مع الكبار كيفي وبسلامة بسلامة ما نشوفهمش وما نشوفش عمالهم في من أجل عيون كاترين قعدنا في لوتيل جميع قعدنا شهرين نخدمه في سوسة جميع وشفت جدد وشفت ما ثمش فرق ما بيناتنا وانا ديما نحس روحي مع الصغار نحس روحي صغيره برشا اصغر من رجعوك سنوات التالي اي اتيوك انرجي اتيوك طاقه تخليك تزيد تقوى اكثر واكثر اي
لكن سؤال المطروح وعديد التساؤلات جدنا حتى على انستغرام تاع موزايك فهم، سألوا الناس علاش مونجي تابوبي بعد 56 سنة كارير الأدوار، ثم أدوار بطولة وثم أدوار برشة ثانوية وثم برشة ضيفة شرف. هذايا سؤالي ليك هل هو اختيار زاد أنه ما يقلقكش كان تاخذ دور بطولة أو ضيفة شرف أو غيره من هذا، أو اليوم المخرجين أو المنجين ما يخموش ديما في مدام مونجي تابوبي؟ شوف المخرجين يظهر لي توا حتى النصوص مكتوبة لأكثر للصغار والجدد، وكل مخرج يقول لك نحب وجوه جدد. وهذه غلطة نشوفه مصر البطولة يعني نجمه يعطيه هالمرأة كبيرة حتى في نوبة زادة الدور ما هوش كبير برشا، ولكن دور ضيف شرف. أنا أول مرة اللي أرى خدمت ضيف شرف مع عبد الحميد، ما خدمش نخدم دوار صغيرة بتاع 6 أيام 10 أيام ماكسيموم، أما ما خدمتش ضيف شرف مع عبد الحميد، قبلتها بصدر رحب. منعش لو كان جا مخرج آخر يقول لك عندي ليك ضيف شرف ما تقبلش؟ يمكن نقبل يمكن لا، ما نعرفش شنو هو النص وشنو هو، ما نعرفش شيء وشنو هو المخرج كيفاش منطقه معايا. ثم منطقة كده؟ اي ثم منطقة. عبد الحميد ما نجمتش نخدم، ما نجمتش نتكلم معاه حتى من ناحية ما نعرفش عنده حاجة هكا من التربية والأخلاق نتاعه والسياسة نتاعه للكبير كيفاش يفرح بيك وكل متخلي ما يخليكش باش يثمنه باش تطلب حتى اللجر نتاعك تقول يا وحشتو بيا خليني نطلع في السوم. لا خليك معاه، تقولش عليك متعاشرين، تقولش علي نعرفه 100 سنة. لكن ثم برشا مخرجين متربين برشا، لا برشا برشا مخرجين لداصل يعني برشا خدمت مع برشا مخرجين اللي معانا القدم. جدد ما خدمتش، مزلت معاه من حق ما خدمت معاه بالعيد. اي محليه زيدا مديح، اي مديح بالعيد اي ياسر ياسر متربي محليه محليه. صارت لك مواقف مع مخرجين؟ لا حتى مره، حتى مره ما صارت ليش مواقف مع المخرجين مع الممثلين مع مع الليكيب مع حتى 56 سنة ما صار ليش مشكل في لونتوراج نتاع خدمتي الكل اللي قدمته في حياتي الكل. كنت باهي مع ناس كل مع الزملاء الكل، هما كانوا باهين معايا زيد. علاش هما باهين معاك؟ وانا باهي معاهم خاطر فتحت لهم المجال. إيه هما باهين اكثر. هما باهين اكثر على انت مش باهي معاهم اكثر. مش نعرف ما نعرفش، ما هما انا يظهر لي هما باهين باش خليوني نكون باهي معاهم. عبد الحميد اقنعك لكن ديما تشوف النص، شنو اللي عجبك في النص؟ ما عطانيش النص الكل، ما عطاكش النص لا الكل. لا يعطي خاطر ضيف شرف يعطيك 3 الاوراق اللي عندك وكها واللي لسه كونس معايا كها. لا ما شفتش النص، ما شفتش. فرجت في روحك؟ فرجت. شنو قلتي على روحك؟ حتى شيء، حتى شيء، حتى شيء. عندي نهارتها نشق في فطري في دار صاحبتي، نوجه لها شكر جنينه، بنيتها يتفرجوا في الكوجينه في النوبة وين وياها نشربوا في قهوة في الصالة، بنتها تبكي في الكوجينة، أنا أتفرج نورمال حتى ما نعرفش خدمته نتفرج نورمال. قلت كان عملت أكثر شوية في أنت تحكي تقنيا هم يتفرجوا في الإيموشن أكثر. أي. هذا هو اللي يفعل. أنا ننقد روحي برشا. تنقد روحك قاسي على نفسك؟ أي حتى خدمة عجبتني كنا نقدمها ديما نلقى حاجة. معلم من 56 سنة دي ما عندك حاجة والله دي ما نلقى حاجة ما نعرفش عليش. إن شاء الله الجيل الجديد اللي قاعد يتفرج فينا واللي قاعد يتبع فينا واللي قاعد ده يتبع في الناس أعطت للدراما، الناس أعطت فريمون عمرها للدراما يفهموا نوعية الكلام اللي لازم تتقال نهار آخر إن شاء الله. خاطر اليوم برشا فن ممثلين شبان يشكروا برشا في الممثلين الكبار خاطر يقولوا لازم نعطيهم المشعل اليوم للشباب. تأمن اليوم إنه عنا جينيراسيون محترمة تنجم تقدم للعشرية والعشرين سنة القادمين للدراما التونسية؟ أي اللي شفتوا اللي جون اللي قدموا في النوبة محليهم الكل على كل 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 ما فهميش محليهم محليهم. أعطيني اسم الشباب يجلب انتباهك. والله إلا سامي من أما كلهم عجبوني. كيف يقول لك عزيز جبالي مثلا؟ به خارق العادة، خارق العادة. ياسمين ديماسي أيضا كلهم، كلهم محلوين كلهم بهين. عشان سامي باش ما نظلمش الناس. سينو حياتك عادت عادية ما تعرضتش لضغوطات مالية مثلا؟ معناها ما حسيتش روحك كمحتاجة فلوس في وقت صعيب كان في الوقت ذاك أو كنت الحمد لله؟ لا أنا كنت منظمة برشا. كنت مادام نخدم في التلفزة ونخدم
كنت فلوس شهريتي، معناها أنا متوظفة في الفرقة البلدية، انتقلت شهريتي قايمة بعائلتي بها. خدمة التلفزة لي أنا وللفياج، خاطر كانت عندي مرض اسمه طيارة والفياج. محتاجش بال واحد ساعات يحتاج حاجة صغيرة، وكل ما ربي يحل ببينه راه فماش واحد ما يحتاجش، أما مش الاحتياجك اللي قعدت نشهق من الحق له. الحمد لله مستورة بالقدي بالقدي، الحمد لله الحمد لله. نحبك باش نعطيك بعض الأسماء وتحس روحك كأنك قدام روب ريبوندور باش تعطي رسالة توجهها لبعض الناس. نحبك توجه رسالة لوزيرة الثقافة شيراز العتيري. إن شاء الله تكون هي حاسة علينا إن شاء الله وتقف شوية معانا، بما أني أنا عندي زادة شريكة للمسرح ونخدم للناس المسرحيين، تخزرنا بعين كبيرة وربي وفقها. هكا هو اللي نقول. رسالة لسوسن الجملي مخرجة أولاد مفيدة. محليها ونشكرها ياسر على الخدمة اللي قدمتها، ولو راني ما تفرجتش الكل، اللي شفته بارك واللي سمعته محليها، وشفتها كيفاش جيت هي مع الهدي زعيم، شفتها جيت مع الهدي زعيم، جيت محلى منطقها، محليها 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 وربي وفقها. رسالة لفتح الهداوي. أبدع فتوح، أبدع محليه محليه محليه، نحبه برشا ونحترمه برشا ونهنيه، فرصة باش نهنيه على الدور هذا محليه، كان ديما موفق هو في أدواره، مي الدور هذا أبدع. رسالة لكمال التويتي. كمولة به، كمولة السنة خرج على العادة نتاعو، خرق العادة به، خرق العادة به، ثم دبلوماسية في الإجابات. لا ولا هذاك دوره، هو هذاك دوره، أبدع فيه. شفت أنت كيكا. رسالة إلى منى نور الدين. هذيك أختي وخدمنا سنوات في الفرقة البلدية وخذيت نصايح معاها من عندها وتعاشرنا، والتوا وين نتقابلوا بالمجد باحترام كبير، نحترمها ياسر ياسر وهي تحترمني. رسالة أخيرة للممثلين الشبان اللي طالعين توا. ربي وفقهم، ربي وفقهم. شو تنصحهم أكثر من رسالة؟ التواضع، ننصحهم بالتواضع، راهو الغرور ما عندوش عمر طويل، تواضع به يقتل الغرور. اي يقتل الطاقة، يقتل. فرحان برشا كنت بحثها اليوم، تعرف انه ممكن 50 سنة اخرين نفرح انه نجبد الانترفيو هذا ونعاون نتفرج فيه، قول بون كانت عندي لحية كحلة وكذا ممكن هكا شيء بعكاز في يدك ما تنسيش العكاز. ليه 50 سنة اخرين؟ اي نجم، اي عكاز، خاطرين اني بالعكاز توا شفت. اي لا ما شاء الله عليك، ما وين بالعكاز ما ريتش، ما شاء الله تبارك الله عليك. ربي يوفقكم يعيشك، وان شاء الله ديما الضحكة ما تفرقكش، خاطر الضحك يصغر، الضحك يفرهد على القلب، محليها الوجه اللي يضحك خير من الكآبة. الحمد لله، الحمد لله. انا نفرح، يلزمنا ناخذ الدنيا كما هي، ناخذ الدنيا كما هي ولا. كما هي باش نسجلها الجمله هذه، ام مسجله ديجا هي باش نزيد نسجلها في مخي. اكثر شكرا ليك مدام منجيه طبوبي، فرحاني برشا كنت بحضن اليوم، وشرف كبير لينا ان تكون واحده من المؤسسات التوانسه اللي عندك مسيره ما شاء الله. ان شاء الله نشوفك في الخير. يعيش. خلي لك كلمة أخيرة للجمهور اللي قاعد يسمع فينا. أنا نشكر الكيب الكلكم ونشكرك أنت. يعيشك ربي يخليك. المخرج محليه، والمخرجة هاك اللي متركنا من هوني محليها كوثر كوثر. نشكر حبيبي الكلهم، ونشكر اللي شقيت عندهم الفطر وفرحوا بيا يا جنينة سامحني، نشكر ولد أختي اللي فرحان بيا كل يوم وأنا في الغزالة شقيت فطري ندلل ما بين المنزة سانك وما بين الغزالة تدلل. ونشكر أصحابي الكل وحبيبي، ونشكر السيدة زيدا. يعيشك ربي يخليك، ان شاء الله ربي يطول في عمرك، وان شاء الله نشوفك في الخير بقدرة ربي. يعيش.